الكالتشر اللي انت رايح لها. يعني مثلا مش دائما الاسود معناه حزن، مش دائما الابيض معناه فرح. فهمت علي؟ بدك تشوف الدوله او المنطقه اللي انت رايحها. عشان هيك في شيء بعتوه للدبلوماسيين كورسات اسمها intercultural، يعني انه انا اردني بس رايح على اليابان، فلازم افهم باليابان شو بيعملوا. فهمت علي؟ لانه بجوز خد كثير اشياء بالاتيكيت بروتوكول، بس اليابان شيء مختلف، فلازم اعرف اليونيكنس تبعتهم. حصلت قصه، بحب كثير فيها قصص بدي احكي لكم اياها. حصلت قصه في مره ناس بيحضر، بجوز قلت لك اياها طلال، ناس بيحضر يعني عرض شو معين مسرح على الستيج، كان يعني جلالة الملك ومعه ضيف من اليابان، وكثار طبعاً قاعدين قدام، وبس حطوا هذا الشخص الضيف طول الوقت بغمض عينيه، فكان يعني كان ناس مش الملك، ناس تانيين مش فاهمين، فكروا إنه هذا الشخص مل وزهق وخلينا نغير وما عجبه، هيك صار يفسروها. شوفوا كيف هون الكوميونيكيشن والرسالة وإيش وصلت، كيف احنا فسرناها وبناء عليها شو بدنا نتصرف. فصاروا بدهم يعني يقطعوا القصه كلها الهرم، عشان والله هذا الضيف اللي هو كان يعني راس الهرم بالدوله كان انه والله مغمض عيونه ومش مبسوط. بعدين هاي صاروا هلا الكيس يدرسوها بالدبلوماسيه، تبين انه لا، الكالتشر تبعتهم بتخليه لمور هو مهتم ومبسوط بيكون مغمض عيونه. يعني